لك بتعرفي شو أصعب شي على المرأة؟ إنها تضل هيك قاعدة مثل الوقف، لا معلقة ولا مطلعة. هذا اللي بتساوي فيك لزلك يا بنت الكلب. لك صحيح صحيح، حبيت تعرفي ليش ما كنت قرب عليكي؟ رح أقول لك. ما كنت قرب عليكي لأنه جسمك مقرف ومشنطط ومشلش. ولك بحياتك ما أسرتي عندي غير مشاعر القذارة والإشمئزاز. سكرتي يا بنت الكلب ما هيك؟ شو عليك؟ حقير قلبي بيشمئز مني. قلت لك بدها جلد سميك. انت ليش هيك بتاخذي الامور ببساطه؟ شو انخدشت انوثتك؟ وين كانت لما كنتي قاعده معه تحت سقف واحد وما عم يدقرك؟ ولا لانه سمعتيها من تمه؟ سامي شخص ذكي بيعرف يزعج الشخص اللي قباله. صدقيني إذا ضليتي هيك رح يدمرك، رح يدمرك. اصحي اصحي بقى. كأنك عم تدخن كتير. أبدا، أنا بعشقها للسيجارة، بدخنها بطفيها كبها بدعس عليها بساوي فيها اللي بدي إياه. بتعرف وحياة الله انتوا الرجال بتفكروا بطريقة غريبة كتير. حاجتك بقى، انتوا الرجال غريبين كتير. لسه الرجل طاغية والرجل خائن والرجل وحش. لك يا حبيبتي، امتى الرجل بيخون مرته او حبيبته؟ ببساطة بيخونها لما بيلاقي وحدة بتدفع اي تمن لحتى تصله. بعدين ضعف الاخر هو اللي بيمنحكن القوة. بقى حاجة تحملوا الرجال عقدكن. شو ذنب الرجل إذا وجوده بيحسسكم بالعبودية؟ النساء الضعيفات بس. لك يا حبيبتي، أنو ضعيفات هدول؟ هي جارتك أكبر مثال، رئيسة جمعية هالقد قدها. بتدخن مثل الرجال، بتحكي مثل الرجال، وبتشرب عرق مثل الرجال. ما فيها شيء له علاقة بالأنوثة نهائيا. أنا شو دخلني إذا عندها عقدة هالقد قدها اسمها آدم؟ الأستاذ سامي المدافع الأول عن حقوق المرأة. هادي حبيبتي، هادي هادي لازم أحكي له وياك. يلي بيقرأ كلامك ما بيصدق إنه آخر قطبة أكلتها براسي من ورا صباطك، وإنه لسانك ما بيعرف يحكي غير الكلمات البذيئة. رؤي فاتنة رؤي، هيك ما رح يمشي الحال وما رح نحسن نحكي. رؤي، وعن شو بدنا نحكي؟ عن الحب ولا عن الإخلاص ولا عن السعادة الزوجية؟ أساساً أنا ما بعرف شو اللي جابني لهون. فاتنة، صدقني رح أفضحك. غير اسمع قصص فاتنة الغبية، بس شكلها مطعميتك كم مرتب يا أستاذ سامي. يلا خلينا نتفرج ونشوف فضايح الروائي العظيم. شربي شربي، بعد ثالث شفة تختلف الحكاية. بتنسي أكبر رجال
على فكرة حيط واحد بيفصلنا عن زوجك المخلص وروائيته الجميلة، وحضرتك قاعدة هون مكسورة وضعيفة. أوه لك شربي شربي، تصيري قوية. من طول عمري بحلم ببيت وعائلة واستقرار. تحملت كل الظلم والقهر، وشو النتيجة؟ ليكني قاعدة ببيت مرة غريبة ما صلي بعرفها أسبوع، وهي المرة بدي اياني يكون قوية، وزوجي الكلب الواطي ليكو قاعد مروق مع صاحبته. لك أنا مرة ضعيفة وما رح أقدر بلش من جديد. المرة مثل الأفعى، بدك تقطع راسها قبل ما تلدغك. ولك اليوم دعست لها على راسها لفاتنة. كوني شاهدة يا شغف إنه رح خليها تمشي بالشارع تحكي مع حالها. يلا شغف، هاي فرصتك، كوني ودودة وتمسكني قد ما بتقدري. حبيبي تقبر قلبي، لا تضايق حالك، إن شاء الله بيقبرني هالوش. تعرف إذا بشوف كل الدنيا زعلانة ما بنقهر قد لما بشوفك عابس. إن شاء الله بيسلم لي هالوش. حأعمل لك قهوة روق فيها أعصابك، أوكي؟ موافق. يلا ميسي.